شكرا استاذ مراد، عزبناك معنا. ابدا، بدنا خدمه محرزه. كلك ذوق. تفضل استاذ مراد، تغدى معنا. معزوم على الغداء عند اختي، تفضلوا تغدوا معنا. الله يخليك يا رب، شكرا مره ثانيه على التوصيله. ولو، انا دائما بالخدمه. تفضلوا. يلا حبيبي روح غسل وغير اوعيك مشان نتغدى. يلا استعجلي لك شوي، حكي الماتي عم تفرك فرك. دقيقتين وبيجهز الغدا. وينو؟ اهلين فادي، خير؟ وينو؟ عمين عم تسأل؟ شبك فادي؟ الافندي اللي وصلكم لهون وطلع معكم لفوق وينو؟ ما بسمح لك تحكي مع بهالطريقة. مو ضروري أبداً تسمحي لي. المهم لإمتى رح يضل زقان فيكي؟ حاش تجرحني وتهيني فادي. بلا فادي بلا زفت. إمتى بدنا نخلص منه؟ طول ما أخي بالسجن فأنا لا يمكن استغني عنه. لا، بدك تستغني عنه. بدك تستغني عنه لأنه البلد مليانة محامي. بس مو كلهم مثله. أيوة، واضح. هلأ صار كتير واضح، فعلاً مو كلهم مثله. كنت قوليها لهالجوهرة من زمان، ولا مستحية تحكي؟ خايفة؟ ما خايفة تقولي إنك بتحبيه وما بتقدر تستغني عنه؟ اعترفي يا بنت العيلة، اعترفي يا بنت الناس، يا خطيبتي المحترمة، إنه ما بيهنالك العيش وما بيهنالك المشوار إلا إذا كنتوا لحالكم لحتى تقدروا تاخدوا راحتكم على خير. مظبوط ولا لا؟ أنا ما كنت معه لوحدي، أنا كنت مع أختك وأخي. بعدين افرض إني أنا كنت معه لوحدي، أنا الوحيدة اللي بقدر أحافظ على سمعتي واسم عيلتي منيح كتير، وما بسمح لأي حدا مين ما كان يمس سمعتي بكلمة صغيرة. لا لا، بس أنا من حقي إني دافع عنك وعن سمعتك وعن اسمي وشرفي طالما أنت خطيبتي وعم تغلطي. بس أنا ما غلطت. كل هالغلط وما غلطتي؟ اسمعي هبة، اعتبارا من هاللحظة بدك تقطعي صلتك فيه، لأنه أي غلطة ممكن ترتكبيها راح تكون عواقبها كتير وخيمة عليك. وعبد الهادي مين رح يهتم بقضيته؟ أنا بدي اهتم بقضيته، ومثل ما قلت لك البلد مليانة محامين. بس هو الوحيد اللي ماسك القضية من أولها لآخرها وبيعرف كل تفاصيلها. تفاصيل القضية ولا في تفاصيل خاصة عم تتفق عليها أنت وياه؟ العلاقة بشي خاص بينك وبينه. بعدي هيك لا تفهم انا ولا حقيقة. هبة، شوفي، انا ما حدا بيرفع ايده علي، عم تفهمي؟ انا ما حدا بيرفع ايده علي، عم تفهمي؟ ما كنت ابن عمي كنت اتصرف معك بطريقة تانية. وما غلط ابدا، الرجال عم يركض لحتى يطلع هالمسكين من السجن، بعدين هي مو ناقصه لحتى تجي انت وتزيد همومها. اسمعي يا فاديه،
اسمعي يا ست هبة، أنا ما بكون فادي النعمة إذا ما بلغي وكالتها الحقير مراد عبد اللطيف. مو من حقك ولا من حقي ولا من حق أي حدا بالدنيا يلغي الوكالة غير عبد الهادي نفسه. شوفي هبة، أنا ما حدا بيتحداني، عم تفهمي؟ ويكون بعلمك أنا المسؤول الأول والأخير عنك طالما أخوكي بالسجن، ويكون بعلمك أنا رح أخبر عبد الهادي عن كل عمايلك. تهديداتك هاي ما بقى تخوفني، لأني بعرف إني يعني أنا ماني غلطانة. هذا البيت لك وهبنا يا عم تطرديني. إيه عم بطردك لأنه كلامك هاد دليل على أخلاقك العالية. هبة هيك لك، وأكثر من هيك ويكون بعلمك سيد فادي، إذا في شي بيني وبينه بتكون أنت السبب. أوعك فادي، أوعك تقرب عليها، بتلني إلي بلاد بديدك عليها تمام؟ صحيح أنك مو معقول لهالدرجة هنت عليك الأسرة الطويلة اللي بيناتكم. اطلع على برا، معقول معقول انت اخي فادي اللي انا بعرفه منيح؟ لا اكيد مو انت، اكيد انت واحد تاني مختلف عنه تماما. بعدين افرض اني انا كنت معه لوحدي، انا الوحيدة اللي بقدر حافظ على سمعتي واسم عائلتي منيح كتير وما بسمح لأي حدا مين ما كان يمس سمعتي بكلمة صغيرة، بس هو الوحيد اللي ماسك القضية من اولها لاخرها وبيعرف كل تفاصيلها. ويكون بعلمك سيد فادي، اذا في شي بيني وبينه بتكون انت السبب. غير أوعيك وغسل وشك وتحضير.
قسينا عليه كثير ما هيك؟ نحن اللي قسينا عليه؟ نحن اللي قسينا عليه ولا هو؟ ما سمعتي بإذنك شو حكى علي؟ ما شفتي كيف تهجم علينا؟ يعني لو انتي ما كنتي واقفة بوشي كان قتلني عن خالص. لا أنا مو لهالدرجة. انتي بتعرفي قديش بحبك وبغار عليكي. واضح واضح كتير. نحن كمان ما قصرنا فيه. بعدين صدقيني الكف لحاله شغلة كبيرة كتير بالنسبة لي. فادي بعمره ما حدا مد ايده عليه. فكيف انتي ضربتي؟ قدامي قدام هيثم. ونحن كمان ما حدا رفع ايده علينا. صدقيني لو طلع بايدي لاطلع بروح. بيبا بيهون عليكي. ايه بعد ما حكى معي هيك حكي وضربك بيهون علي. بعرف قلبك طيب. كان طيب ولساته بعد ما جرحوا فادي بكلامه ما بعتقد. وانتي كمان ما قصرتي فيه. بعدين تعالي شوف هبة في شي بينك وبين استاذ مراد. فادية انتي بتعرفي قديش بحبه لفادي. بتعرفي قديش معزته عندي. قصدي اللي كانت عندي. بعرف وبعرف انك قلتي له الحكي مشان تغيظي. يلا حبيبتي قومي غسلي وشك مشان نحط اكل. هيثم لهلا بلا اكل. رح اقوم كرمالك وكرمال هيثم. بس قلبي ما عاد يصفى له ابدا يا فادية. لا هيبة لفيها كرمال خاطري. انا بعرف كيف اتصرف معه. اوعيك اوعيك تخليه حاكيني بزعل منك. ماشي الحال. يلا قومي انت خطيه هيثم. يلا يلا حبيبتي غسلي لي الوش الحلو. كيفك بابا؟ كيف اخواتك؟ الحمد لله. اشتقت لكم. اشتقت لكم كثير يا بابا. ونحن كمان. يا حبيبي. سامحيني يا بدرية. سامحيني. أنا حملتك مسؤولية وهم أكبر منك بكثير. لا تحكي الهمي يا خليل. أنا قد المسؤولية وزود. طمنيني. كيف عم تدبري حالك؟ ومنين عم تصرفي على البيت وعلى الأولاد؟ ربك ما بيقطع حدا يا خليل. ونعم بالله. جد بدرية قولي لي كيف عم تدبروا حالكم بغيبتي؟ بعت أساوري. بعتي أساورك يا بدرية؟ بعتي أساورك؟ طب ليش؟ ليش؟ كنت خذ المصاري اللي بالخزانة. ما بمد إيدي على قرش حرام يا خليل. لساتك لهلأ ما فهمتني؟ يا بدرية هدول مو مال حرام. صدقيني 5000 ليرة الأولانيين أخذتهم دين من أخوك مو من المصاري الحرام اللي سرقناهم. وال10000 اللي بالظرف عطتني اياهم الست ربيعة مرت الحج شوكت. واذا مو مصدقة روح اساليها. ما بدي اسالها ولا تسالني. ما بمد ايدي على قرش من المال حرام. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كيف رح تدبروا حالكم بعد ما يخلصوا مصاري الصيغة؟ كيف؟ عم دور على شغلة. في جماعة اوادم وعدوني يلاقوا لي شغلة محترمة مشان اعيش منها انا واولاد. وربك بيفرجها وتخلص من هالمحكومية وتطلع من السجن. خذي المصاري من الخزانة يا بدرية. خديهن وصرفيهن عليك وعلى أولادك. أنا وأولادي لا. إذا بدك ياهن بجيب لك ياهن بالزيارة الجاية. مو لازميني. خليهن عندك آخرتهم إلا ما يلزموكي. بتحب جيب لك شي معي يا خليل؟ ما بدي شي منك. ما بدي شي غير إنك تديري بالك على حالك وعلى أولادك. نحن بغابة يا بدرية. غابة القوي فيها بيأكل الضعيف. لا تخاف علي يا خليل. أنت بتعرفني منيح. والله بعرف. ديري بالك على حالك وعلى أولادك. هدول أمانة برقبتك لبين ما أطلع من السجن. لا يكلك فكر بنوب.
انت لا تعمل مشاكل مشان تطلع على بكير من السجن. لا تنسى تسلم لي على اخي بدر، يضل اخي، ومثل ما بيقولوا الاخ مفقود والولد مولود. اصيلي يا بدريه اصيلي. وصل زياره يا شباب. يلا يلا روح، ولا تنسى تسلمي لي على الاولاد وتبوسي لي اياهم. طيب حاضر. يلا ماما قل له لبابا بخاطره. الله معك حبيبي. لا تنسى تسلم لي على بدري. لا لا خاطرك. مع السلامة. ديري بالكم على حالكم يا بدرية، ديري بالك على الأولاد يا بدرية. توصل زيارة. يلا إن شاء الله دايما. وين فاضية؟ ما أكلتي؟ كفاها رب العالمين الحمد لله. عاوزين شي؟ خليكي نامي عنا بالترام. مرة تانية حبيبي إن شاء الله. يلا خاطرك. فادية اوعك تجيبي سيرة لما بتعمليها. شو قالوا لك علي هبلة؟ لا سلامتك، بس انا حبيت نبهك. ماشي حبيبتي ولا يهمك. وبالنسبة لفادية اوعك تقولي له شيء، خلص تركينا منه. ماشي مثل ما بدك. يلا بدك شيء؟ سمي لي على مرت عمه كثير، اوعك ها ما تقولي له شيء. ماشي. ديري بالك على حالك. يلا حبيبي يلا كمل اكلك حسام. يلا اهلين استاذ فادي. طمني كيف الاستاذ عبد الهادي؟ منيح الحمد لله. حدا سال عني؟ سال عنك الاستاذ سعيد العازي وقال هو عند ابو نادر. ماشي الحال، انا هلا بحكي معه. سوي لي فنجان قهوة. على عيني وراسي، دقيقتين وبكون عندك. هي تاني مرة بتهجم عليك وبسمع الكلام طالع نازل. بس حبيبي أنا ما سكت له، مشان هيك مالي مطمن له. شو قصدك يعني ممكن يعيدها؟ هذا اللي خايف منه. بفهم من كلامك إنه أنت خايف علي. طبعا خايف عليكي. لا تخاف حبيبي، أختك قدها وقدود. بعدين لا تنسى إنه أنت جنبي وأنت رجال البيت. واضح. يعني معقول؟ معقول هالحكي؟ طيب لا راح معكم ولا اجى على البيت ولا هو بالمكتب، وين راح؟ امي اكيد بيكون راح لعند شي رفيق من رفقاته او انشغل مثل عوايده. على كل حال بعد شوي بتصل بالمكتب وبفهم من ابو عمر كل شيء. ايه امي الله يرضى عليكي، حاكم والله بالي مشغول عليه كثير. يا امي يا امي انت لأنت رح تضلي تعتبرينا اولاد صغار؟ خلص صار لازم تعترفي انه نحن كبرنا. ما بقدر يا امي، ما بقدر. رح ضل اعتبركم صغار حتى لو صار عمر الواحد منكم 1000 سنة، طوال ما في نفس عم بيطلع وينزل. انا ام وقلب الام لا يمكن يسهى عن حشيشته دقيقه واحده. اضحكي امي اضحكي قد ما بدك، بكره بتجربي وبتتجوزي بالمستقبل وبيجيكي اولاد وبتقولي امي كانت تقول هيك. الله يرحمها. يبعد الشر، ان شاء الله بتعيشي وبتربيهم وتفرحي باولاد اولادهم يا ست الحبايب. حكي فاضي امي حكي فاضي، ما حدا بياخذ عمره وعمر غيره. الله يديمك فوق راسنا يا رب. الله يرضى عليكي ويفرحني فيكي يا حق، ان شاء الله بشوف اولادك يا امي. الله يرضى عليكي، اتصلي ان شاء الله اطمن على اخوكي، والله قلبي غليان عليه مثل النار. حاضر.
الو. انا اسف استاذ مراد، لو في دليل واحد كنت بخطبك معيوني، بس هيك يعني بالتخمين والتحذير، فاعذرني انا اسف. وكيف بدي اعطيك الدليل وانا ما عندي حريه التحرك الا على نطاق ضيق كثير؟ استاذ مراد انت بتعرف انه انا ما بقدر اتحرك غير ضمن صلاحيتي ووفق النظام والقانون. طيب ما في امكانيه تاخذوا راي سياده النائب العام الاول؟ اخذ رايه؟ اخذ رايه بشو؟ يعني مثلا اسف استاذ مراد، يا ريت ما تضيع وقتي ووقتك بشيء شبه منتهي. حاضر سياده المقدم، وانا اسف اذا ازعجتك بطلبي، وبوعدك اني رح ضل ورا هالموضوع لغايه ما اكشف هالغموض المحيط حواليه. انا بتمنى استاذ مراد يظهر معك شيء جديد، وصدقني انا ساعتني عند كلمتي، اي شغله بدك اياها انا مستعد استاذ مراد. شكرا سياده المقدم. ولو لا شكر على واجب. اهلين، مع السلامه. الله يسلمك. الأفندي اللي وصلكم لهون وطلع معكم لفوق وينه؟ وينه؟ واضح. هلا صار كتير واضح. فعلا مو كلهم مثله. كنت قوليها لهالجوهرة من زمان، ولا مستحية تحكي؟ خايفة؟ ما خايفة تقولي انك بتحبي وما بتقدر تستغني عنه؟ لا، بس انا من حقي اني دافع عنك وعن سمعتك وعن اسمي وشرفي، طالما انت خطيبتي وعم تغلطي. تفاصيل القضية ولا في تفاصيل خاصة عم تتفقي عليها انت وياه؟ العلاقة بشي خاص بينك وبينه. انا ما حدا بيرفع ايده علي، عم تفهمي؟ انا ما حدا بيرفع ايده علي، عم تفهمي؟ مرحبا فاديه، انا هبه. اهلين هبه، خير؟ شو بصوتك عم يرجوف؟ لا لا ما في شيء. كيف امرت عمي؟ الحمد لله منيحه. الحمد لله. فاديه مين في عندك؟ ما في حدا غير انا وماما، وصار لنا شي ساعه نايمه تقريبا. فادي وينه؟ فادي لهلا ما رجع. خير هبة؟ في شي؟ لا لا ما في شي، بس حبيت اطمن اذا لساته زعلان مني ولا لا. ولا يهمك، اكيد هلا بيكون نسي ان شاء الله. فادية، انت حكيتي شي لمرت عمي؟ لا طبعا. كتير منيح. ايه هبة، شو عم تساوي؟ ما عم ساوي شي، مو جايني نوم. وانا مثل حكايتي، مو جايني نوم ابدا. يا ريتك كنتي عنا، كنا تسلينا مع بعض. يا ستي الايام جايه كثير. بدك شيء؟ يلا تصبحي على خير. وانتي من اهل.
طالما في معرفة بينك وبين المقدم، ليش ما بتخليه يساعدك؟ يا أختي صحيح المقدم أنور معرفتي، بس المعرفة بهيك أمور ما إلها علاقة. هاي جريمة قتل وسرقة وفي مستندات. معك حق. عامر إن شاء الله. صحة وهنا. صحتي. يلا تسمحوا لي. لوين بالعم؟ بكير قاعدين. خليك نايم عنا الليلة. بكرة الصبح بدي أطلع بكير على عدرا، لولا هيك كنت نمت عندكم. ليس في اليد حيلة. إذا كان هيك ما عاد إلا حكي بنوم. تصبحوا على خير. الله معك. مع السلامة أخي. مع السلامة. الله معك. الله يسلمكم. مين؟ أنا فادي فتحي. خير فادي، شو بدك؟ معقول اللي شو بدي من قفل باب فتحي؟ فادي اللي شو فيه؟ مرت عمي صار لها شي؟ لا لا ما في شي، أمي وفادي بخير، افتحي الباب بس. ما رح أفتح لك لأعرف شو بدك. في شيك وقع مني اليوم بقيمة 250 ألف ليرة، خايف يكون وقع عنكم بالبيت. ما في عنا شي سالتهم، بجوز وقعان منك بشي مطرح تاني. على كل هاي البيت قدامك، تفضل فتش. أنا آسف لإزعاجك بين وقت. أنا لو شفت شي كنت خبرتك وقلت لك. فادي وين بدي يكون راح يعني؟ شقت الأرض وبرعته؟ فادي طول بالك، بجوز نسيانه بشي قرنة تانية. وين يعني وين؟ عفوا. على كل حال إذا راح يعني شو؟ خلص المهم أنت طول بالك، صحتك بالدنيا. على العموم دي مال يكون وعام مني محل تاني. أنا آسف كثير لإزعاجك. لا ولا يهمك، على كل إن أنا لسه ما نمت. ولو المفروض كنت لازم أجل هذا الموضوع لبكرة الصبح. ومشكلة أنت بتعرف إنه البيت بيتك بكل وقت. ماشي الحال، كل إن صباح على خير، وبردي بكرر اعتذاري. خلصنا بقى فادي، شو بنا؟ قلت لك ما ازعجتني، لفه بقى. ايبا شو رايك نحكي بالموضوع اللي صار معنا اليوم بالنهار؟ اسمي اجيت واجيت. انا موضوع بقصد الاستاذ مراد. ايبا ارجوك انك تفكري منيح بلا ما ندمر حياتنا كرماله. انتي بتعرفي قديش انا بغار عليك وبحبك فادي. معلش
خلينا نأجل الحكي بهالموضوع ليوم تاني. ليش مو الليلة؟ خلينا نحط حد لهالشي اللي عم يصير معنا، يعني يا هيك يا هيك. قلت لك خليها ليوم تاني. شو صاير علينا؟ وليش مو هلا؟ والليلة بالذات. هبة، أنت لازم تعرفي شغلة واحدة بس، لازم تقرري يا أنا يا مراد عبد اللطيف. صدقيني ما رح أزعل منك، أكيد ما بزعل منك أنا، بس لازم أنت تحدد الشخص اللي بدك إياه. اسمع فادي، أنا كمان بدي فهمك شغلة واحدة. أنا ما عاد بدي أتجوز، فهمان علي؟ لا عاد بدي أتجوزك لا أنت ولا غيرك، لأنه أنا كرهت الحب، كرهت الزواج. تفكيري كله مشغول بأخي الملحوش بالسجن. على مين هالحكي؟ إن شاء الله فكرتيني أجدى. شوفي بقى، أنت ممكن تقنعي كل الناس إلا أنا. أنا صعب كتير، صعب حدا يخدعني يعني. أنا بعرفك منيح. بعدين لو صحيح مثل ما عم بتقولي أنت كرهت الحب والزواج، ليش لهلا سهران؟ أوعك، أوعك تحاولي تقنعيني بأنك مو نعسانة أو هي الحركات، أنا بعرفها منيح. أنا بعرف تماما أنت ليه سهرانة لهلا. ممكن تفهمني ليش؟ باينة يا عزيزتي. أنت سهرانة لأنك عم تستني حبيب القلب. فادي اطلع لبرا، صحيح انك ما بتستحي على دمك، اطلع. ليش؟ خايفة يجي ويشوفني عندك ما هيك؟ مزبوط، خايفة يجي ويشوفك هون، لاني انا متوعدة معه، لاني بحبه اله، بكرهك الك، بكرهك، فهمت؟ عم تقوليها قدامي كمان؟ عم تقوليها قدامي؟ ماني خايفة يا حقيقة؟ حقيرة؟ أنا حقيرة يا ندر؟ بعد عن أختي يا حقير؟ لا لا حبيبي لا لا هسا بعدي لبعيد، بدي أشوف كيف الندل بتهجم عليك بنصاص الليالي كأنه البيت ماله أصحاب. خلاص لك خلاص، وقيم هالسكين من ايدك احسن ما موتك. قرب لعندي اذا كنت رجال. بدك تقيم السكين؟ انا ما حدا برفع السكين بوشي، عم تفهمي ولا لا؟ فادي فادي حرام عليك، هذا ولد صغير ما بفهم. انا ما راح احط عقلي بعقله، خليه يروح بوشي، خليه يفوت لجوا بعده. بعدي يا جيران يا مطيع. وطي صوتك، وطي صوتك، بدك تفضحينا بنص الليل قدام العالم؟ لك انا ولا انت، انا ولا انت اللي عم تهجم علينا بنص الليالي. ولا كلمه بعدي هيك، بعدي لي هيك. كلب ما في شيء، نحن أهل وما حدا يدخل بيناتنا. ما في شيء وأنت عم تتهجم علينا وتضربنا بنصاص الليالي؟ هيثم خلص لك أخي خلاص. يا عيب الشوم عليك، عم تتهجم على أولاد عمك بنصاص الليالي؟ مو مكفيهم اللي فيهم؟ هذا بدل ما ترعاهم وتدير بالك عليهم بغياب أخوهم المسكين تتهجم عليهم وتضربهم؟ أنا رح أخبر الشرطة. لا عمك يا لا لا، الله يخليك بضل ابن عمي. شايف؟ شايف الأخلاق العالية؟ مو مثل حكايتها. اعلم الله لو كنت بطرحك لأدفن حالي بالحياة. خلص اتركوا بقى خلص. ولا تفضل يا أفندي من غير ما ترد. تفضل لو سمحت. إذا اعتشتوا شيء أنا بالبيت، تصبحوا على خير. وأنت من أهله؟
إذا بتريدي يا جماعة الله يخليكم كل واحدة تروح على بيتها. الله يهدي البال. يلا أختي معارف يلا. تصبحوا على خير. أنت من أهلي. اسمع فادي، أنا كمان بدي فهمك شغلة واحدة. أنا ما عاد بدي أتجوز، فهمان علي؟ لا عاد بدي أتجوزك لا أنت ولا غيرك، لأنه أنا كرهت الحب وكرهت الزواج. تفكيري كله مشغول بأخي الملحوش بالسجن. انت سهرانه لانك عم تستني حبيب القلب. فادي اطلع لبرا. صحيح انك ما بتستحي على دمك. اطلع. ليش؟ خايفه يجي ويشوفني عندك ما هيك؟ مزبوط، خايفه يجي ويشوفك هون لاني انا متوعده معه، لاني بحبه له. بكرهك إلك، بكرهك، فهمت؟ عم تقوليها قدامي كمان؟ عم تقوليها قدامي؟ ماني خايفة يا حقيقة؟ السكين من ايدك احسن ما موتك. يا عيب الشوم عليك، عم تتهجم على اولاد عمك بنصاص الليالي؟ مو مكفيهم اللي فيهم؟ هذا بدل ما ترعاهم وتدير بالك عليهم بغياب اخوه المسكين تتهجم عليهم تضربهم؟ انا اخبر الشرطه. لا عمو بدي، لا لا الله يخليك طلع ابن عمك. شايف الاخلاق العاليه؟ مو مثل حكايتك. يا عليم الله لو كنت بطرحك لادفن حالي بالحياه. عمو بدي لا خلص اتركوا بقى خلص. اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير، اللهم لا اسألك رد القضاء بل اسألك اللطف فيه. يا رب يا رب الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد يفوت على الحمام احسن شيء. معقولة؟ معقولة فادي يعمل هيك؟ معناتها لا عتب على الغريب. ما بعرف شو صار له يا ام ضياء،
ما بعرف شو اللي قلبه هالقلبي. امبارح تهجم علي عندهم بالبيت، واليوم الصبح كان راح يضربني لولا فادية وقفت بوشه، وهلا شفتي شو عمل بعينك. اكيد مو طبيعي، اكيد. الله ستر ولطف، منيح اللي صرختوا علينا قبل ما يصير شيء. كتر خيركم يا ام ضياء، وقفتكم معنا ما رح انساها طول ما انا عايشه. له يا هيبه، هذا واجبنا. نحن مو بس جيران، نحن مثل الاخوات. واعز، صدق اللي قال الجار المنيح احسن من الاخ. هبه انت لازم تفوتي تنامي. ما جاييني نوم يا ام ضياء، فادي طير لي النوم من عيني. طولي بالك يا هبه، ان شاء الله كل شيء بيتصلح. عمر اللي انكسر ما بيتصلح يا ام ضياء. هبه اخوك ينام، انا راح افوته على غرفته. لا لا، خليكي انت، انا بقوم. خليكي مرتاحه. هيثم حبيبي قوم نام بغرفتك. مش يعني نوم، بدي ضل قاعد معكم. هيثم حبيبي اسمع الكلمة وفوت نام جوا. خلص بس تفوت تنام وأنا بفوت معكم. هاي قاعدة مثل ما بدك. هبة حدا منكم فهم شو عم يقول؟ بعتقد عم يردد اسم هدى، هبة، ويمكن مراد. قلت لي شو اسمه؟ فادي النعمي. منين عرفتوا اسمه؟ من بطاقته الشخصية دكتورة. يا ترى خبرتوا شي حدا من أهله؟ ما بنعرف، نحن أعطينا كل المعلومات للضابط المنعوي. ماشي الحال، مثل ما أنتم شايفين بالوقت الحاضر صعب كتير حدا يستجوبه، لأنه حالته الصحية ما بتسمح بهالشي أبدا، وأي إرهاق زائد رح يعرض حياته للخطر. وعلى العموم بس يجي سيادة المقدم خليه يمر لعندي لو سمحت. حاضر. بتضلي عنده، وإذا صحي وصار شيء ابقي خبريني أنا بغرفتي. حاضر دكتور. لو سمحتوا يا ريت ما تخلوا حدا يدخل لعنده. حاضر. عن إذنكم، تفضلوا معي. الو. اي نعم، انا مراد. مين؟ ايمتى صار الحادث؟ خبرتوا حدا من اهله؟ يا ريتك ما خبرت حدا. بقى المشفى قلت لي. ايه عرفته عرفته. طيب انا جاي فورا. الو. ايوه مين؟ انا المحامي مراد. الانسه هبه موجوده؟ هبه عليك قدامي، وكمان خارم ضياء. بشو عاوزه؟ يلا سامعني. هبه استاذ مراد بده اياكي. ما قال شو بده؟ لا. الله يجعله خير يا رب. ايوه استاذ مراد خير. بصراحه ما بعرف كيف بدي اخبرك.
رجاك اذا في شيء احكي بدون مقدمات. ابن عمك فادي عامل حادث سياره وهو بالمستشفى. الو اي مراد اختي. يلا اختي البسوا وجهزوا حالكم، انا مشوار الطريق جاي لعندكم، نطلع سوا. اي اختي ما في شيء ما في شيء، يلا انا مشوار الطريق بس. ماشي اخي ماشي ماشي، رح نجهز حالنا ونستناك. انتبه اخي على الطريق، الله يوفقك. الله معك. خير خالي شوفي ابن عمك فادي عمل حادث سياره بعد ما طلع من هون. يلا هبه يلا حبيبتي قومي البسي على بين ما يجي مراد. بدي اروح معكم. لا حبيبي ممنوع تروح على المستشفى بالليل. بدي اروح. ما بصير يا حبيبي، انت بتنام عند عمو ابو ضياء. يلا هبه. يلا يا هبه يلا قومي قومي، دخيلك يا الله ليش هيك عم بصير. قومي بصير.